تربيتنا لأبنائنا إشي كتير مهم، إنه لازم في بعض الأهل خصوصا على الابن البكر بيحملوه مسؤولية وبيسرقوا طفولته. فهذا البني آدم هو بكبر، بس هو من وهو صغير هو كبير. يعني هذا اللي لازم يكون، هذا الولد أو الابن البكر هو اللي لازم يكون جدي، هو لازم يكون مسؤول، هو الممنوع يغلط، هو لازم يجيب علامات منيحة، هو الممنوع يبكي، هو اللي ممنوع يضرب إخوانه، هو 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 هو. فبالتالي البكاء هو جزء من هاي الأمور الأمور الممنوعة عليه. فهو بس يكبر يعتاد إنه أنا أصلاً ما بيصير أبكي. بتلاقي هذا الأخ بس تلاقي كبر وحتى أسس عائلة بيحن لطفولة ما عاشها، ولبراءة ما عاشها، ولدمعة ما بكيها. فحرام، دائما انتبهوا يعني أولياء الأمور، لأنه أنا بحس أن الموضوع بيبدأ من البيت الأول. يعني اليوم أنت كزوجك، إذا زوجك ما بيبكي المشكلة مش منك، صح. المشكلة تعود لسنوات ماضية جدا ولتنشئة مزبوط. صعبة. شوفوا هلا أصعب قرار ممكن أنك تاخده أنت عن ابنك أن تهجره من طفولته. أيوة بالضبط. هلا إحنا كلنا نهاجر من طفولتنا بملء إرادتنا، بس أن تهجره من طفولته من باب الإجبار لأنه هو لازم يدير باله على غيره، هذا الحكي مش مسموح. أنا من أصعب المشاهد الحياتية اللي ممكن تلمحها وتأثر فيه بشكل كبير رهف، تكون أم عم بتوبخ ابنها الصغير، ولأنه هي مفهميته ضمنيا بأنه الدموع عيب وهي قصرا على النساء. لما أشوف وجه طفل ولد الدمعة حابسها بعيونه لأنه عيب وحرام إنها تطلع من العين، ويكون شادد حاله ويصير وجهه أحمر ويكون حاسس بظلم وحاسس بقهر وحاسس بحزن وبكبت ومش قادر يعبر، لأنه هي وجهها بوجه الأم تقول له ما تبكي. أيوة بالضبط. هذا المشهد كتير بيحزن، واسمعي بيصير دقنهم هيك يشد عشان ماسك دموعه. أنت هون حكمتي عليه، مش بس هجرتيه من طفولته، أنت دخلتيه إلى مرحلة الكهولة، أنت خلتيه كهل بجسد طفل عمره 5 سنين.